زميل سعد بن متلع العتيب. شكرا اذا لزميل محمد بن بريك المري. اذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، هكذا تتواصل انطلاقاتنا المميزه وتحدياتنا المثيره هنا في ميدان التحدي، وتاتي الانطلاقه الان والمنافسه مع الشوط الخامس الخاص بالحيل. ومع هذه الانطلاقه انقل الكلمه والميكروفون للزميل الكريبي بن جابر الكريبي ليكون متابعا معكم بالوصف والتعليق على مجريات احداث هذه المنافسه، متمنيا له التوفيق ولكم حسن وطيب المتابعه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحفل الكريم احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كما اشكر الزميل سعد بن متع العتيبي على احالته الي المايك، وايضا الشكر موصول لمحمد بن بريك المري الذي سبقني بالاذاعه في الاشواط التي مضت هنا الانطلاقه للشوط الخامس للحيل المخصص للحيل، الاشواط المفتوحه هنا لشوط الحيل الشوط الخامس. نرى صاحبه المركز الاول والتي تبتدا الاذاعه هناك بالمقدمه زعامه، زعامه هي من تتزعم انطلاقه هذا الشوط، زعامه لعبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفه هنا مع المقدمه مع الصداره. ثاني المراكز ارى الاتي نوف لصاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود عبد الرحمن بن سلمان لعتيبي بعمليه التضمير مع ثاني المراكز. ثالث المراكز الاتي هنا مع ثالث المراكز الاتي هنا مع ثالث المراكز قاضي لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان سعيد الوهيبي بعمليه التضمير، لكن ارى ثالث المراكز ينخطف من قبل مياسه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم مطر بن لاحق الهاجري بعمليه التضمير. رابع المراكز ارى قاضي ارى الاتي تاضي على رابع المراكز لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان سعيد الوهيبي بعمليه التضمير. خامس المراكز ارى سرابه مع محمد بن حمد العطيه مع خامس المراكز. خمسه نجوم فايف ستار هنا ادعت على مسامعكم بالنداء الاول على الخمس المراكز المتقدمه على الفايف ستار. اعود الى البيك ستار، اعود الى النجم الكبير هناك مع الصداره مع المقدمه مع التي تتزعم وتتربع على عرش الصداره. ارى زعامه عبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفه من ينطلق مع زعامه المتزعمه لانطلاقه شوط الحيل. ثاني المراكز ارى نوف، نوف هنا آتية مع ثاني المراكز لصاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود عبد الرحمن العتيبي بعمليه التضمير. ثالث المراكز ارى مياسه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم مطر بن لاحق الهاجري بعمليه الاداء والتضمير مع ثالث المراكز. رابع المراكز ارى الاتيه والمنطلقه سرابه مع محمد بن حمد العطيه مع رابع المراكز. خامس المراكز ارى الفائزه واول ندى للفائزه لسعاده الشيخ ثاني بن حمد بن خليفه ال ثاني ومحمد بن خالد العطيه ايضا اتي مع الفائزه ليسجل النقطه الخامسه بهذا الشوط. خمسه نجوم النداء الثاني لهذا الشوط، لكنني اعود الى حيث ما ابتدانا، اعود مع الصداره، اعود مع المقدمه مع زعامه، زعامه هنا بالانطلاق وبالمقدمه وبالصداره، زعامه بانطلاقتها وبادائها الجميل هنا مع الكادر العلوي مع الانطلاق والتصدر. عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة من ينطلق مع زعامة بهذا الأداء الجميل، لكنني أرى نوف، نوف هي من تقترب مع ثاني المراكز لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد
بن فهد آل سعود عبد الرحمن العتيبي بعملية التضمير، ولكن ثالث المراكز أرى المراقبة والمتابعة من مياسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري، هو من يديرها بعملية المتابعة والتضمير. لكنني أرى رابع المراكز، أرى الآتي على رابع المراكز الفائزة لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية، من يديرها بعملية التضمير. ولكن خامس المراكز أرى تاضي لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان سعيد الوهيبي، من يديرها بعملية التضمير. 2 كيلومترات ما يفرغنا عن التتويج، ما يفرغ عن الناموس، هناك الناموس ينتظر مع خط النهاية الذي يقف احتراما وترحيبا بصاحبة المركز الأول. أرى الصدارة والمقدمة بعد النداء الثالث، هناك ما زالت متمسكة زعامة، متزعمة زعامة، زعامة وعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة. ولكن الله نوف هنا تراغب وتتابع مع المضمر عبد الرحمن العتيبي، ونوف تعود الملكية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وروحي عبد الرحمن يا العتيبي هنا مع ثالث المراكز أرى الذي أيضا تمت وترقبت وانطلقت مع ثالث المراكز، أرى مياسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطر بن لاحق الهاجي، ثلاثية على الانطلاق، ثلاثية على المقدمة. الله الله الله، وبدأت تباعد رويدا رويدا، ولكن رابع المراكز أتت الفائزة لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية، من يديرها بعملية التضمير. ثالث أو رابع خامس المراكز أرى تاضي لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد الوهيبي بعملية التضمير. ولكن خامس المراكز ينخطف من قبل سرابة لمحمد بن حمد العطية. أعود مع المقدمة، أعود مع الصراع، أعود مع القوة. أي قوة هذه؟ أي انطلاق مع سن الحول؟ هناك المقدمة ما زالت زعامة أو زعامة بالفعل عبد الهادي بن حمد بن ترحيب هنا مع الصدارة مع المقدمة. لكنني أرى من الجانب الأيمن، أرى القادمة مياسة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري بعملية التضمير. نوف أتت على ثلاث مراكز لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود عبد الرحمن العتيبي. الله الله الله، الثلاث اللي يزير بهم اللقاء يوم مصر كيلو الامتحان، ولعت من بينهم نار اللظى. ثلاثية على المقدمة، ثلاثية على الصراع، ثلاثية على المقدمة. الله الله، هناك التي تغير على المجريات مياسة تنطلق مع الصدارة مع المقدمة، مياسة المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري بعملية التضمير. ولكن زعامة على ذا المراكز، زعامة ونوف وزعامة، ولكن مياسة هي من تذهب بالسلامات وبالناموس لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري، هو من يذهب بناموس هذا الشوط. ثاني المراكز أرى الآتي زعامة لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة. ثالث المراكز نوف لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. ورابع المراكز أتت سرابة لمحمد بن حمد العطية. خامس المراكز أرى تاضي لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. خمسة مراكز أدعتها، ولكن التوقيت الزمني ولحظة الوصول لمياسة والتوقيت الزمني حين وصول مياسة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس 9:35 71 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأيضا الثاني موصول لمطر بن لاحق الهاجري. ثاني المراكز أتت زعامة لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف. التوقيت الزمني حين الوصول 9:36 90 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف. ثالث المراكز أتت نوف 9:37 6 أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات
لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والمضمر عبد الرحمن العتيبي. التهاني والتبريكات نزف والجميع، والمايك يعود للزميل سعد بن مدلع العتيبي.